في سنة 1998 ظهر واحد من أعظم الأفلام الأمريكية وهو The Truman Show. اختيار اسم الفيلم هنا اختيار ذكي جدا وممكن يفسر على معنيين. المعنى الأول هو عرض ترومان باعتبار أن اسم بطل الفيلم ترومان، والتاني عرض الرجل الحقيقي لأن كلمة ترومان ممكن تكون جمع مختصر لكلمتي ترو ومان، والاسمين بينطبقوا تماما على الفيلم. الفيلم كان نقلة في تاريخ النجم الكوميدي جيم كاري، تحول بعدها من الأفلام الكوميدية الفورس يعني ضحك للضحك لمجموعة أفلام جادة جدا وبتحمل أفكار فلسفية عميقة جدا في المرحلة اللي بعد كده. بيحكي الفيلم عن راجل في بداية الثلاثينات بيعيش حياة روتينية جدا، عمره ما خرج من المدينة اللي ساكن فيها. لما بيقرر ياخد اجازة ويسافر بتبدأ عراقيل كتير جدا تقابله، وفي وسط العراقيل دي وبالصدفة بيمسك بأول الخيط اللي بيخليه يكتشف ان حياته من يوم ما اتولد هو عرض تلفزيوني متواصل، وان مخرج العرض ده اختاره من لحظة ولادته علشان يعمل بيه اعظم مسلسل تلفزيون واقع في التاريخ. بعد الفيلم ده بسنة ظهر فيلم تاني ما خدش نفس النجاح بس كان بيحكي الفكرة بالعكس يعني بشكلها الواقعي، وهو أقرب كتير جدا للي بيحصل دلوقتي، وهو فيلم التي في أو تلفزيون إد. الفيلم ده بيحكي قصة شخص وافق إن هو يسمح لبرنامج تلفزيوني بتصوير حياته الشخصية هو وعيلته. اتعمل بعد كده عشرات الأفلام، وفي مصر أفتكر إن اتعمل أكتر من 4 أفلام على الموضوع ده، أجملهم فيلم لأحمد رزق كان اسمه حوش اللي وقع منك. الفيلم كان مزيج من ترومان شو وتلفزيون إد مع بعض. موضوع تلفزيون الواقع بشكله الحقيقي بدأ في سنة 1973 بتجربة مميزة جدا بيتهيألي ما تكررتش تاني غير مرة واحدة بعدها بسنة، وكان برنامج اسمه An American Family أو عيلة أمريكية. الطريف في الموضوع ان البرنامج اتصور في سنة 1971 وفضلوا سنة كاملة يمنتجوا فيه، وده كان من كم المادة الفيلمية اللي عندهم واللي وصلت لأكتر من 300 ساعة تصوير، لأنهم صوروا لمدة 7 شهور متواصلة كل تفاصيل حياة عيلة أمريكية اسمها عيلة لاود. وبالرغم من ان المشاهد المتاحة من البرنامج على الانترنت مش كتيرة الا انها بتوضح كتير جدا من شكل وتوجه البرنامج. البرنامج كان واخد شكل اقرب للتسجيلي، بيوثق حياة عيلة امريكية في اوائل السبعينات، عيلة بتمثل المجتمع الامريكي ككل. فالبرنامج حتى لو كان هدفه تجاري سواء من المنتج او من عيلة لاود نفسها الا انه قدم قيمة حقيقية بتوثق الحياة في امريكا في الفترة دي. بعدها بسنة وزي ما قلنا من شوية قلدت البي بي سي نفس الفكرة ببرنامج سمته The Family او العيلة. استمرت بعد كده برامج تلفزيون الواقع باشكال مختلفة، بس اللي هيهمني دلوقتي هو التغير اللي حصل في المجتمع العربي ككل بنوعية من البرامج خاصة باكتشاف المواهب فنيا. على الرغم ان احنا عمرنا مثلا ما شفنا برنامج او مشروع بيكتشف موهوب علمي او يطور اختراع، كله كان دايما للمجال الفني وبس. المهم البرامج دي للي فاكرها كانت بتعتمد على وجود مجموعة من الناس بتكسب في التصفيات، بيكونوا عايشين في بيت كبير مع بعض لمدة بتوصل لشهور بيتدربوا فيه، واحنا كمشاهدين وكناس بتصوت لاختيار الفايز بفلوسنا طبعا يعني بندفع فلوس علشان نختار، بنتابع حياة المجموعة دي يوميا سواء على الهواء مباشرة او مسجل في نفس اليوم، فبنشوف تدريباتهم تعاملاتهم اليومية عايشين ازاي وغيره كتير. استمرت البرامج دي لكام سنة وبعدها بدأت في الاختفاء التام، بس فكرة تلفزيون الواقع ما اختفتش، لكن ظهرت نوعية جديدة منها شخصية أنا بسميها تلفزيون الواقع المزيف، وخلونا نشرح الفكرة من الأول. هتكلم معاكم بسرعة عن اليوتيوب لان الموضوع ده هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقات تانية، بس هنختصر الكلام بان اللي انشأ اليوتيوب كانوا 3 شباب بيشتغلوا في موقع PayPal، والكلام ده حصل في 14 فبراير 2005، وكان اول فيديو نزل لواحد منهم يعتبر بداية لتلفزيون الواقع الجديد اللي هيغزو العالم بعد كده. في عيد ميلاد اليوتيوب 5 عمل فريق يوتيوب تجربة فريدة من نوعها وكانت جديدة جدا، وكانت من انتاج يوتيوب نفسه انهم حد
حددوا يوم بعد كأس العالم 2010 وطلبوا من كل الناس في العالم تصور نفسها طول اليوم ده. جالهم تصوير من آلاف الأشخاص، وجابوا بعد كده المخرج الإسكتلندي الكبير كيفن ماكدونالدز اللي اختار أهم المشاهد وجمعها في 95 دقيقة في أعظم فيلم تلفزيون واقع في التاريخ Life in a Day أو الحياة في يوم، وكان بيضم مشاهد لحياة الناس من كل العالم في يوم 24 يوليو 2010. وعلى فكرة يوتيوب كررت نفس التجربة السنتين اللي بعدها، بس ما كانتش على مستوى العالم كله، كانت محدودة بدول معينة، لكن التجربة ما لقتش نفس النجاح. بدأ ظهور جيل من اليوتيوبرز في العالم كله هدفه تصوير مشاهد شخصية، يعني مش بيقدم محتوى أو بيظهر موهبة عنده أو حتى بيقدم معلومة، لا هو بيقدم مجموعة من الفيديوهات الخاصة بيه. كانت البداية أغلبها بفكرة البرانكس أو بخداع الآخرين، حاجة زي الكاميرا الخفية كده بس بشكل مختلف. وللأسف الشديد النوع ده جذب متابعين كتير جدا على مستوى العالم كله، وخلى كتير من اللي اتجهوا للنوعية دي نجوم، واتجهوا بعد كده لهوليود زي الأخوين لوجان وجيك بول اللي بدأوا على برنامج شبيه بيوتيوب اسمه فين، لحد ما وصلوا للتمثيل والإخراج. مصريين كتير خدوا الاتجاه ده، ومن أشهرهم أحمد حسن وزينب، وإحنا هناخد قناتهم كمثال للمتغير المجتمعي اللي حصل في الفترة الأخيرة، وباعتبارهم أول حالة تتقدم ضدها بلاغات في استغلال طفلتهم اللي لسه مولودة، ممكن توصل عقوبتها لخمس سنين حبس. هنناقش الفكرة باعتبارهم نموذج لفكر جيل، وهنقيم التجربة كمنتج مش كتجربة شخصية. قناة أحمد حسن وزينب وزيها قنوات تانية كتير تعتبر قنوات تلفزيون واقع، حتى لو كان واقع مزيف أو مفتعل من قبل اللي بيقدموه، بس في الأول وفي الآخر بتنتمي للنوعية دي، وفيديوهاتها بتكون ما بين المقالب والتحديات، وده رقم واحد، والنوع ده بيكون متاخد من قنوات الفلوجرز الأمريكان. رقم اتنين، بيحاولوا ان هم يقدموا سكتشات يفترض فكاهية ودمها خفيف. تلاتة، بيصوروا حياتهم اليومية الافتراضية. بقول الافتراضية هنا ليه؟ لانهم هم اللي بيقرروها، مش زي عيلة امريكية اللي المخرج صور فيها كل تفاصيل حياة الاسرة، لحد ما اصبحت نوع من التوثيق للمرحلة. احمد وزينب قدموا نفسهم من قبل ما يتخطبوا لحد خطوبتهم وجوازهم وكمان ولادة بنتهم. لو حبينا نقيم المنتج اللي على القناة لازم الأول نسأل سؤالين. الأول، ليه أحمد وزينب وكتير غيرهم اختاروا الشكل ده علشان يقدموه؟ السؤال الثاني، ليه في أعداد كبيرة جدا بتقبل على النوع ده من قنوات اليوتيوب؟ يمكن السؤال الأول تكون إجابته سهلة وواضحة. الشباب في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص بيدور دايما على أسهل وأسرع وسيلة عشان يكسب الفلوس، وطبعا لو كانت بأقل مجهود ممكن فده يبقى شيء رائع جدا وجاي على هواهم. فمع ظهور السمارت فون أو التليفونات الذكية اللي بتشتغل تليفون وكمبيوتر وكاميرا فيديو وفوتوغرافيا وديكودر، ومع فتح وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة لأي إنسان إن هو يقدم المنتج اللي عايز يقدمه، وكسر تابوهات وسائل الإعلام التقليدية، لا وكمان ممكن تكسب من منتجك ده، يمكن السؤال الأول تكون إجابته سهلة وواضحة. الشباب في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص دايما بيدور على أسرع وأسهل وسيلة لكسب الفلوس، وطبعا لو كانت بأقل مجهود ممكن فده يبقى شيء رائع وجاي على هواهم جدا. فبقى عندنا حالة من الهوس بالظهور أولا وبالكسب المادي السهل جدا ثانيا. طيب دلوقتي عندنا شخص ما عندوش اي موهبة ابداعية، ما عندوش منتج حلو قادر يقدمه، بس عاوز يظهر ويكسب، ممكن يعمل ايه في الوقت ده؟ هنا المنتج الوحيد بيكون حياته الشخصية، وفي الفلوجز دي كل شيء مباح لان الايزي موني بيكون تأثيره زي السحر. السؤال المهم واللي ملوش إجابة هو ليه الناس بتتابع النوع ده من الفلوجز؟ زمان في الثمانينات لما كانت أفلام السينما ليها شكل معين وبيتميز بالإسفاف والتدني، كانت المقولة الشهيرة الجمهور عايز كده. فهل فعلا الشباب ما بين سن 14 نقول ل 21 سنة اللي اعتقد ان هم بيمثلوا اكتر من 80% من جمهور النوع ده بيجدوا متعة في مشاهدة النوع ده من الفيديوهات؟ هل بيكونوا مبسوطين؟ هل بيجدوا في النوع ده المادة الجذابة ليهم ولتفكيرهم؟ اعتقد ان علماء الاجتماع لازم يعملوا دراسات للظاهرة الغريبة جدا اللي انتشرت خلال 10 سنين الاخيرة.
حاولت أقيم المنتج بتاع كتير من الفلوجز دي من الناحية الفنية وشوف تطور شكل الفيديوهات مع زيادة إمكانياتهم. لقيت إن رغم استخدام إمكانيات أعلى وخصوصاً من ناحية الكاميرات في المراحل الأخيرة إلا إن محدش فيهم فكر يطور شكل المونتاج أو الجرافيك بحيث إنه حتى يطلع في شكل برنامج. وبيتهيألي لو دخلت في دماغهم هلاقي الإجابة، مش هي كده كده جايبة مشاهدات وجايبة فلوس؟ طب أنا هصرف ليه او هبذل مجهود ليه اصلا؟ وعلشان كده هيكون عمر كل التجارب دي قصير جدا، لان الناس هتمل من التكرار ومهما هيتهيأ لهم ان هم هيجيبوا افكار جديدة الا ان الناس هتكون خلاص فقدت الاهتمام بالنوع ده من البرامج. في النهاية تلفزيون الواقع بدأ كفكرة جميلة جدا بتأرخ لحياة الناس والمجتمع، لكن جيل بعد جيل وزي حاجات تانية كتير بدأ يساء استخدام الفكرة، وأعتقد ان احنا المراحل الجاية هنشوف كم من التنازلات الأخلاقية الرهيبة طالما الموضوع بيجيب فلوس. لكن هرجع وأقول كلمتي الشهيرة ان سوء التطبيق لا يعني فساد النظرية. تلفزيون الواقع ممكن يكون مراية اجتماعية، أفلام تسجيلية قصيرة بتصور حياة الناس، بتأرخ للمرحلة اللي احنا عايشينها، بتفاجئنا حتى بتفاصيل احنا ما نعرفهاش. لكن لسه عندي أمل ان في يوم من الأيام ترجع الفكرة لأصلها ونشوف أفكار خلاقة جديدة في اتجاه تطوير تلفزيون الواقع.